السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أبرار تشان. في هذا الفيديو راح أرسم رسمة اللي هي قديمة في القناة، خلينا نقول رسمة رسمتها أكثر من مرة، يمكن أن تكون هذه المرة الثالثة، لكن هذه المرة هي الثانية برسمها بالألوان الخشبية، وهي المرة الأولى برسمها بالألوان الخشبية المائية، لكن ما استخدمت كثير الماء في هذه الرسمة، فقط في الدمج مع اللون الأزرق اللي راح تشوفوه لك قدام، اللي هو راح يكون محور الرسمة أصلا. هذه الرسمة يعني هي منتشرة بالأساس، طبعا نقلتها عن صورة ممكن أغلبكم بعرفها، رسمتها أكثر من مرة في الأكريليك، تقريبا مرتين ولا مرة واحدة، مفروض إنها مرة واحدة، ومرة فقط رسمتها بالألوان الخشبية في القناة، رسمتها يعني كاملة. قد تكون الرسمة القديمة أجمل لأني تعبت عليها فعليا كثير، لكن ممكن هذه كمان تكون يعني على الأقل بطابع أقل تعبا، وبرضو تطلع نفس النتيجة. استخدمت لرسم الرسمة أولا قلم رمادي، زمان يعني صار لي ما رسمت بالرصاص، يعني صرت أحب أني أرسم على طول بالأقلام الخشبية لأنها بقدر أني أمحى منها، وبرضو بنفس الوقت يعني هيك راح تتماهى مع الرسم يعني. فزي ما أنتم شايفين رسمت الأساس اللي هو باللون الرمادي، وقعدت ألون أو حاولت في البداية أني أحط ماء على القلم على أساس أني أرسم بالفرشاة، بس ما حسيت إنها يعني راح تكون نتيجة سريعة أو تلوين سريع، لهذا السبب على طول قعدت ألون بالقلم الخشبي. استخدمت بالبداية قلم خشبي أزرق فاتح كثير حلو، بما إنكم تعرفوا أيضا اشتريت هذه الأقلام اللي هي 180 لون، فكثير ساعدتني بإني يعني ما كان صعب أبدا إني أختار الدرجات، اخترت اللي هو تقريبا أكثر لون فاتح من حيث اللون الأزرق، وبدأت أتدرج بالألوان الأزرق رويدا رويدا من الأفتح إلى الأغمق. فزي ما أنتم شايفين قاعد يدمج باللون الأساسي اللي هو الأزرق مع اللون الأزرق الغامق، واستخدمت لون أزرق نيلي، حسيت أنه راح يطلع نتيجة أقوى وأفضل. في آخر الرسمة راح أدمج باللون أو عفوا راح أدمج بالماء، وراح تتكرر عمليتي أو عملية الدمج بالألوان نفسها بدون الماء في البداية، بعدين آخر إشي هي مرحلة الماء. استمرارا لحديثنا، كنت أحكي لكم أني بدمج الألوان مع بعض، وآخر مرحلة هي كانت مرحلة الماء. أحسن طريقة للدمج هي أنكم تحطوا اللون الأساسي ثم تحطوا فوقي الألوان المتدرجة وتردوا ترجعوا على اللون الأساسي وتدمجوا فيه، طبعا إذا كان معكم وقت، إذا أنتم مش متكاسلين، إذا 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 إذا، وبحركات دائرية أفضل الدمج يكون. راح تلاحظوا أنه يعني بالخطوط الخطوط يعني ظلكم تحطوا خطوط، راح يكون في ظل شكل الخطوط، لكن بحركات دائرية راح يكون أفضل. الحقيقة حاليا أنا قاعدة بشوف أني ما زلت بحط خطوط، بدمج شويات، ناسي الصراحة كيف بالأخير، يعني هو بالأساس اعتمدت أكثر على الماء في الأخير تقريبا، لكن إلا أفضل طبعا أنكم تدمجوا مثلا باللون الأبيض إذا كان بدكم لون أفتح، وهكذا وبحركات دائرية زي ما قلت لكم. أضفت شوي من اللون التركيزي، حسيت إنه راح يطلع لون سماء عن جد بجنن، أو لون سماوي جميل، وفعلا يعني لم يخب ظني، هيك زي لون الماء المخضر أو لون السماء هيك اللي بالماء، كثير كثير عن جد حلو. وزي ما قلت لكم استخدمت شوي الأبيض، حاولت هذا الأبيض مش كثير راح يساعدكم الحقيقة من هاي الألوان بينكم تدمجوا فيه، مش عارفة يعني بحس إنه أحسن 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 أبيض استخدمته من ألوان هو البريزما. وبعد ما حولت باللون الأبيض سويت بالماء، حسيت إنه ظل في شوية خطوط، لكن أنتوا حاولوا قد ما تقدروا من الأساس إذا بدكم تلونوا بالخشب على طول إنكم تدمجوا بنفس الخشب، وبعدين إذا حابين إنكم تستخدموا ماء مش مشكلة، بس عشان ما يظلش في خطوط
الألوان يعني. بعد ذلك قمت بتحبير الرسمة، المناطق اللي أنا بدي إياها تكون سودة. استخدمت هذا القلم، اشتريته جديد من المكتبة اللي بشتري منها، هو قلم يعني يبدو أكيد ياباني لأنه مكتوب عليه في الياباني، أكيد طبعا مستورد، لكن اللي حبيته كثير وأنا يعني اللي بعرفني من زمان في القناة بعرف كديش بحب أقلام التحبير اللي هي بتكون فرشاي. هذا يعني القلم شو تقولكم، قلم الأحلام بالنسبة لي. زمان عن جد كنت أحب إني بس أحبر يعني إذا كان معي قلم تحبير أحبر بقلم فرشاي. كثير حبيت أول إشي استخدمت قلم تحبير فرشاي كان من مايكرون، فكثير كنت أحبه واشتريت عدة مرات ولأنه كان يخلص، يعني أكيد طبعاً دي يخلص من كثر ما بستخدمه. لكن هيك مرات بتعرفوا كيف إنه الواحد مرات بيطيح بإشي بحب إشي وبعدين بتركه وبعدين برد يرجع له، وهذا اللي صار معي حالياً. يعني بس شفت هذا القلم في المكتبة على طول اشتريته، جداً رائع جداً جداً، وخصوصاً للرسم يعني طوالي إذا بدكم ترسموا به بجنن، وكثير حلو بالتحبير. طبعاً أنتوا لازم تكونوا تعرفوا تستخدموا الفرشاي أو تستخدموا مثل هذا النوع من الأقلام مشان تعرفوا تستخدموه صح، لأنه تقدروا تخلوه غليظ وبنفس الوقت تقدروا تخلوه رفيع على حسب مسكتكم للقلم وحسب مسكتكم للفرشاي. فأي واحد متعود على الفرشاي بيقدر يعني يرسم بهذا القلم عادي، لأنه يعني راح يحس بنفس شعور الفرشاي، جدا جدا حلو. وعبيت الفراغات بالأسود لأن هذه أكثر الرسمة تعتمد على اللون الأسود واللون الأزرق ودرجاته، وفي الآخر راح أظلل بلون رمادي بهاي الألوان عشان لون الذئب يعني هيك البياض تبعه يكون مائل إلى تقريبا الصفار شوي ممكن أو الزراق شوي، فراح تشوفوا شو ممكن إني أستخدم من درجات. الفيديو مش كثير يعني ها مسرع، لكن يعني ممكن إنكم تبطئوا زي ما بدكم من إعدادات الفيديو، وأتمنى إنكم استفدتوا من المقطع ولو القليل، وأشوفكم بفيديو جاي إن شاء الله، مع السلامة. لا تتوقع مني شي وتوقع كل شي، أنا دمي خفيف مهضوم كتير والنكد بدمي بيمشي، أوقات بحكي بعبر بهتم بخلي بقلبي شي، وأوقات بخفي وبكتم وما بيفرق معي بترك وبمشي. لا تقلي كيف ما بعرف كيف عم بتغير، أنا كل يوم بس تتغير أحوالي، أنا تلج ونار أنا بحر السرار، وأحياناً بتمر أوقات عم بتفاجأ من حالي، لو بتشوفني لطيف كتير لا تنغر كتير لأنه بعدك ما بتعرف بالوحش الساكن جواتي، بعصب باخد موقف بعمل أكشن وفوضى وما بخلي. هي نفسها البرد من شوي وما عم تحكي، طب شو احكي لك هلأ عن حالي وشو طبعي، حساسي وقلبي كبير او شرير بس حباب كتير، بزعل على اتفه شغلي وبطنش ما بهمني، انا قوي بدمع سخية بس تفهم فهمني. ولا تقلي كيف ما بعرف كيف، انا هادي وعقلي وعندي وزان وابيخ من ابيخ انسان، انا تلج ونار انا بحر اسرار، لما بفكر عندي حلول وتفكيري مو بالمعقول، نشيطة وبضل عم اسجل صبورة بس ما بتحمل، بكتئب وما بعرف عيش بفرفش وبدفش تدفيش، فهمت علي لا تفهم وحياتك انا ما بهتم، بليز افهم.